قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يغالب هذا الدين يغلبه. عليكم هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، هذا اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم. عليكم هديا قاصدا، الهدي هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي به يقع الاهتداء. وقاصدا أي مستقيما، قاصدا أي مستقيما، من قصد الطريق إذا استقام. إذا عليكم هديا مستقيما، إيه الهدي المستقيم ده؟ هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أي إلزاموا هدي محمد فإنه الهدي المستقيم. فإنه من يغالب هذا الدين، أن يريد أن يتزود في هذا الدين، فإن هذا الدين يغلبه، فإنه لا يوفق ولا يسدد ولا يستمر فيما ذهب إليه. هذا حديث إسناده صحيح، الحديث رقم 98 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم والغلو، والغلو بالنصب، إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. الغلو التشدد ومجاوزة الحد والإفراط، تشدد ومجاوزة الحد والإفراط. يقال غلا فلان في الأمر وغلا في الدين إذا شط فيه وتجاوز حده، إذا شط فيه وتجاوز حده، وذلك كحديث الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم إيه؟ تقالوها، إذا هم يريدون الزيادة في الدين، إذا هذا غلو. وهذا حديث إسناده صحيح، فإن الغلو هذا سبب في هلاك الناس. إذا علينا بالهدي المستقيم، عليكم بالهدي المستقيم، عليكم هديا قاصدا.